وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها. أهلا ومرحبا متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لآل الاتحاد. كما عودناكم دائما على استضافة شخصيات استطاعت النجاح هنا بدولة الإمارات، رحبوا معي من داخل مدينة خرفكان بالسيد محمد أحمد اللغاي صاحب كافيه فانا. أهلا ومرحبا. أهلين ومرحبتين سهلين. بداية هل لك أن تخبرنا عن نفسك قليلا وعن أهم محطاتك العملية؟ محمد أحمد اللغاي صاحب فانو كافيه في مدينة خرفكان. في أول مشاريع اللي كانت قبل هالمشروع كان عندي مشروعين وما توفقت فيهن وخسرت وما حبيت أني يعني أستسلم، لأن كان عندي هدف أني يعني أكمل لين أوصل لطريق وأنجح فيه. والحمد لله أول مشروعين خسرت فيهن ودخلت هالمشروع الثالث اللي هو كافيه فانو كافيه، والحمد لله يعني افتكرت أشياء جديدة ووجبات مش موجودة هني يعني اللي تعجب الناس. طبعا سيد محمد دائما البدايات هي الأهم، كيف كانت بداية مشروعك ومن ما الذي شجعك للاتجاه لهذا المجال؟ والله تشجعت من طرف الأهل وأصحابي وتوكلت على الله، يعني الله سبحانه وتعالى الفضل منه والتوفيق من عنده ومن توفيق ورضا رضا الوالدين، توكلت على الله وقلت إن شاء الله هالمشروع إن شاء الله راح أتوفق فيه، والحمد لله لليوم يعني الحمد لله متوفق فيه. طبعا دائما أي مشروع ناجح يواجه خصوصا في البدايات بعض التحديات والصعوبات، ما أبرز هذه التحديات التي واجهتك؟ الحمد لله يعني بديت تحدياتي مع أغلب المطاعم اللي منصوب هني، فحاولت أني أنزل وجبات يعني مش موجودة هني عشان أتحدى وأنافس من بينهم، والحمد لله يعني توفقت. يعني من معروف أن سوق العمل هنا بدولة الإمارات سوق تنافسي بل وعالي التنافسية، والتميز فيه هو مفتاح النجاح. ما الذي يميز كافيه فانو؟ متخصص في وجبات هني يعني عندي حاولت أنافس فيها في الأماكن الموجودة هني، عندي نفس الباستا بالتشيتوز، الباستا بالتاكيز، عندي باستا ستيكس، يعني أكثر الوجبات عندي أنزلها شو يسمونها الشيبسات، عندي العصائر بنكهات مختلفة، يعني نكهات من خارج الدولة موفرة لها الشركة أتعامل وياهم. جميل جدا. طبعا دائما دولة الإمارات تمثل بيئة مناسبة للاستثمار وبيئة دائمة لمشاريع الشباب، كيف تساهمت هذه البيئة في إنجاح مشروعك؟ أنا يعني دولة الإمارات دولة متقدمة في المشاريع، والحمد لله طريقة المعاملات كانت أكثرتها في الأونلاين، يعني خلصت أكثر شغل المحل عن طريق الأونلاين وتسرعت وايد أمور، يعني خلصت إجراءات وايد أمور بسرعة. يعني سيد محمد إن وافقتني الرأي، دائما النجاح ليس بالعمل الفردي، من الأشخاص الذين ساندوا السيد محمد للوصول إلى نجاحه؟ عندي دعاء الوالدين وربعي وأصحابي ما قصروا وقفوا وياي. ماذا تعني لك كلمة النجاح؟ عدم الاستسلام، يعني بعد خسائري في مشاريع الأخرى، أول مشروع وثاني مشروع خسرتين وما استسلمت، والحمد لله توفقت في المشروع الثالث. طبعا من دعائم النجاح دوما الاستمرارية، ما هي خططكم المستقبلية؟ خططنا المستقبلية إن يعني إن شاء الله نكبر من هالمحل ونفتح أفرع ثانية إن شاء الله في داخل الدولة وخارج الدولة يعني، وإن شاء الله نتوفق بإذن الله. يعني كنموذج رائع للشباب الإماراتي الناجح، ما هي الرسالة التي توجهها للشباب لتحفيزهم على اتجاه القطاع الخاص؟ نصيحتي للشباب يعني إن ما يستسلمون في أول مشاريعهم أو مشروع أو مشروعين، يعني إذا خسروا فيهم ما يستسلموا، يحاولوا مرة ومرتين وثلاث، يحاولون يبتكرون لهم يعني أشياء جديدة ومشاريع جديدة، ويحاولون يطورون من أنفسهم، يعني يصير لهم دخل أساسي من غير الراتب. نحن نعتز ونفتخر دائما بأننا جزء من هذه الدولة التي تحترم وتدعم كل من عليها. ما هي رسالتك للشيوخ وحكام الإمارات؟ الله يطول بأعمار الشيوخ اللي ما قصروا ويانا ووقفوا ويانا بواجباتهم ومسهلين لنا وايد أمور، مثل الإجراءات يعني وايد أمور من الإجراءات مسهلينها علينا.